بدر ميم طيبة تجلى قد أضاء نورا ولاحي الله جليل الله جليل. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التحية والتسليم على سيدنا محمد النبي العربي القرشي الهاشمي، وعلى أخويه سيدنا موسى وعيسى، وعلى إخوته جميعا من الأنبياء والمرسلين، وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، فنحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة الإسراء. يقول الله تعالى: وأوفوا بالعهد. من هذا المنطلق كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثا من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني إذا ادعى الإسلام يكون كاذب ولا يسمى بالمسلم في نظر الله ولا في نظر رسول الله، وإذا كان ما مسلم وادعى الإسلام فهذا يسمى بالمنافق. ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا 100 على 100، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق، من إذا حدث كذب. إذن المسلم لا يكذب لا يكذب لا يكذب مهما كانت، لا يكذب لا في بيعه ولا شرائه ولا في بيته ولا مع طفله ولا في مسحه ولا في جده، لا يكذب إلا ما استثناه رسول الله. النبي استثنى إباحة الكذب في بعض المواضع، قال في الحرب: فإن الحرب خدعة، والكذب للإصلاح بين المتخاصمين. سمعت أنت كمصلح بين اثنين سبوا، تقول له الله وكيل ما سبك، دعالك وأثنى عليه وقال ما في منه، وبيكون نازل فيك بالمقشي وبالمخباط تبع الغسيل. فهون إذا كذب، لأن الكذب حرم لأن فيه الضرر، فإذا كان الكذب أنتج الخير والنفع والفائدة هذا نادر. قال: وكذب الرجل على امرأته والمرأة على زوجها. كل ما بتحبه تقول له بحبك ما في أغلى علي منك، قديش اشتريت لي الروب؟ يكون 100 ورقة، إلا هذا من ألمانيا 900 ليرة و25 إلا ربع. فكذب الرجل على المرأة سنات، بدها سمن بلدي حموية، لأنه ما لا مسلمة، ما لا مسلمة العلم ولا مسلمة الثقافة، راح خلط برا نص بلدي ونص نباتي، وقال لها سمنة حموية كاملة. كذب الرجل على امرأته والمرأة على زوجها فيما يصلح شأن البيت والعائلة. ما تكذب عليه تسرق المصاري تقول له ما سرقت، وهو يروح يشرق ويغرب ويقول ما شرقت ولا غربت. الكذب لإصلاح وبناء الأسرة ولسعادة المجتمع العائلي، وفي غير ذلك فلا، لا يباح من الكذب لا قليله ولا كثيره.
ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه من المسلمين. من إذا حدث كذب. ما أكثر الكذب في مجتمعنا يا أبي؟ ما أكثر الكذب في كل المجتمعات باختلاف المستويات؟ وبعدين نقول نحن مثقفين وتقدمنا وترقينا وكذا وكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما فعل أبوك بحماره؟ باعه. قول باعه، ما بيقول باعه أخي. إيش كمان بيجادل وبالباطل، بيجادل وبالجهل. هي المصيبة، هذا الجاهل المركب، هذا الذي لا يقبل تعليما ولا وعظا ولا إرشادا ولا تقويما، بيتم أعوج وبيجادل عن العوج، وبدأ يتم أعوج إلى أن يلقى ربه. ما بيصلح إلا بنار جهنم. من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. ما أرخص الوعد في مجتمعنا؟ إمتى تجي الساعة 4؟ تصير 4:10 ما أجا، 4:15، 4:30، 4:30، 5:45. ليش؟ ليش؟ الأجنبي، أنا كنت في برلين السنة الماضية، سافرنا مسافة 500 كيلومتر من مدينة إلى مدينة. قبل ما نصل المدينة قافلة السيارات تبعنا، 5 سيارات، وقفت قبل البلد 30-40 كيلومتر. ليش؟ قال بدنا نصل قبل الموعد، ما بصير. فحتى صار الموعد مشيو، الموعد نلتقي مع محافظ المدينة الساعة 1. وصلوا للمحافظة قبل 5 دقائق، ما وقفوا، داروا دورة لحتى صارت 1 تماماً تمام. وقفت السيارة قدام المحافظة، والمحافظ على الباب يستقبلنا. ما عيب، هذا ما دينهم، دينهم ما فيها الأحاديث النبوية. أما نحن ديننا، ديننا في القرآن في الوعد، في السنة في الوعد، في الفقه في الوعد. إيه؟ لكن يا ترى هل المسلم دخل مدرسة الإسلام؟ هل تعلم علوم الإسلام من معلمي الإسلام؟ هل دخل مدرسة التربية الإسلامية حتى يكسب الأخلاق الإسلامية؟ لا يعرف الكذب، المسلم ما يكذب. الله قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. الأب يعلم ابنه الكذب وهو صغير، يقول له كذب على كذب، كذب على أمك. والأم تقول له لابنك كذب على أبوك. في جاهلية الإسلام، نحن نسمي جاهليتنا إسلام، نسموها وثنية. أما نحن عم نسمي الجاهلية بالإسلام، وبعدين منقول اللهم انصر الإسلام والمسلمين. إيه الله ما له بدوية لحتى يقبل دعائنا وكلامنا؟ وننصر المنافقين والمنافقات، الجاهلين والجاهلات، إذا في قانون في نصر لهدول يمكن، لكن قانونه ما بينصر المنافقين ولا الجاهلين ولا الكاذبين ولا المخلفين بالوعد ولا اللا أخلاقيين، ما ممكن. من إذا حدث كذب وإذا وعد، وعد بالعطاء بدك تعطي، بالزواج بدك تزوج، تندم فكر قبل ما تعيد. العيدة دين، إذا وعدت أن تعطيه صار دين عليك، بدك تؤدي الدين. فهذا دين الكلمة لها كل هالمكانة. أنت أيها الإنسان أنت الكلمة، إذا كلمتك إلى شرف أنت إلى شرف، كلمتك إلى قيمة أنت إلى قيمة. ما في ثقة بكلامك، ما عاد في ثقة فيك ولا في معاملتك. هلأ الناس إلى ثقة ببعضهم البعض؟ ما في ثقة. في طمأنينة؟ ما في طمأنينة. في معاملة صحيحة؟ إلا ما ندر. هذا ابني خراب الأمة. أنا مر بالشارع وشوف الكهرباء شاعر تبع الشارع بعد العصر، إيش شو الشعب عميان ما بيشوف بنهار إلا حتى نشعل الأضوية. البترول غالي عم تغلى أسعاره، عند على بكرة ما بينطفى الضوء إلا لبعد ما تطلع الشمس بساعتين ثلاثة. إيه ما منشوف لحتى
يا هذا ليش هذا شرعا حرام ووطنيا حرام واشتراكيا حرام وتقدميا حرام. طيب على انه مسبع من شعر الاضيف من هذا الشارع اللي انا بشوفه، اما غير شوارع وغير امور كل سببه بدنا تربية أخلاقية مبنية على الإيمان على مراقبة الله الذي يعلم السر وأخفى. أنا سيارة الدولة إذا كان الضوء الشارع بالليل شاعل وأنا بشاعل السيارة بطفي الضوء الكبير وبيشعل الضوء الصغير، ما من مالي هذا ديني يا أمي، هذا عقيدتي، هي أخلاقي. بروسيا هيك، بأوروبا هيك، بكل بلاد الدنيا هيك، الاشتراكية وغير الاشتراكية. نحن لا عم نشبه الآن اشتراكية ولا غير. الأضوية بمحلات الموظفين وغرفها الشمس شاعلة والضوء شاعل، ليش؟ ليش؟ هذا اقتصاد، هذا أخلاق، هذا بناء. بالطبع الدولة قانونها ما هيك، لكن الشخص الفرد إذا ما هزم وبني أخلاقا وإيمان تربية وسلوك ووجدان لا تنجح الأسرة ولا التجارة ولا الصناعة ولا الحرف. تحسن تصلح سيارتك تتركها على ذمة الميكانيسيان؟ تحسنوا؟ عم تقعد على راسه بغشك وبيحط لك الآلة العطية بفكها ويرجعها بذاتها وبياخذ الآلة جديدة. وعلى ذلك فقس وانجحي يا أمي ما ممكن. والشيخ اللي وظيفته أن يبني الإيمان والأخلاق لا يحسن حرفته، الطيان بيعرف صنعته. إذا ركع بيعطوه بالنهار، سألت ولد من أولاد الجامعة الطيان شو بتشتغل اليوم؟ قال لي اليوم 100 ليرة، يوم 120، يوم 150، والشيخ معاشه الشهري يمكن ما بيطلع له 150، إلا أنه ما عم يشتغل شيء. أما لو اشتغل الشيخ حقيقي بيعطوه أرواحه وسواد عيون وسويداء قلوبه وبيعطوه مهج قلوبهم. إيه لكن أعطيني تعطى، ازرع لتحصد، اغرس لتقطف، وأما أن تحصد بلا بزار فهذه أماني المفلسين. من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. ما أعظم الخيانات الآن، ما أقل الأمانة. الحديث أمانة، إذا حدثتك بحديث وما بهون علي تذكر حديثي أمام أحد فإن ذكرته فأنت خائن. العرض أمانة، تكون في أعراض الناس. الأمانة الوديعة إذا أودعتك مال. الدين أمانة، البيع والشراء أمانة، المعاملة أمانة، صلح السيارة، الطيان، البلاط، يشتغل بنصح، هذا كله أمانة. هي لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. طيب هذا كلام النبي. فإذا كان واقعنا بلا دين وبلا عهد، إذا لا إيمان ولا دين. لو صلى هذا ما صلى. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بده أول يكون له مربي، بده يكون له مهذب، بده يكون له من يزكيه، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. إذا أؤتمن على الزكاة، الأغنياء أمناء على حقوق الفقراء، هل يؤدون الأمانة؟ الوالدين أمناء على تعليم أولادهم، هل يعلمونهم؟ الجار أمين على عورة جاره، الشريك أمين على حق شريكه، الأجير أمين على مصالح معلمه، المعلم أمين على حقوق عامله. فلا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. كان سيدنا عمر يقول لا يغرنكم من الشخص مظهره، صلاته، تلاوته، قرقعته بمسبحته، ولكن انظروا إلى معاملته.
في المعاملة ببين إذا كان في دين أو ليس له دين. في المعاملة في المال، في العرض، في الجوار. أتي برجل إلى سيدنا عمر يشهد، قال له ائتني بمن يزكيك. جاب له واحد، شو بتقول فيه؟ قال له أحسن مني. قال له هل سافرت معه؟ قال له لا. قال له هل جاورته؟ قال له لا. قال له هل عاملته بالصفراء والبيضاء؟ قال له لا. قال له اذهب فإنك لا تعرفه، لعلك رأيته في المسجد يطقطق بسبحته فغرك ذلك منه. فالدين إذا كان صدق ولا كذب، ووفاء ولا نقض، وأمانة ولا خيانة، هي رجعية، هذا جمود، هذا تخلف، هذا تأخر، هذا ما بننجح به بالدين بهذا المعنى. أما إذا كان واقعنا نكذب وباسم الدين ونخلف الوعد وباسم الدين ونخون الأمانة وباسم الدين، حقرنا الدين ونقصنا الدين وجعلنا الدين فتنة على الناس، ومين المسؤول؟ المنتسبين إلى الدين. ليش؟ لأنه قرأوا ولم يتربوا، لأنه أخذوا أوراق شهادات لكن ما أخذوا الشهادات من المربين، لأنه ما استكملوا صفات العلم الحقيقي. نصف الطبيب يقتل الأبدان، ونصف العالم يطيح بالأديان، والملك الغير العادل الذي ما بيصلح لكم تمام يخرب الأوطان. لذلك يا أبي كل منا مسؤول عن نفسه. بكرة ما راح نخلد نحن، بكرة سنموت، سنلقى الله ما بيتم لا اسم مفتي ولا لقب وزير ولا اسم ملك ولا غني ولا مليونير. والله ما في غير الكفن، والله ما في غير نسوية قطن أو حول ذلك، وما في غير الحفرة بالتراب، خصوصي إذا كان دنيا شتاء، تراب مجبول وبرد وعتمة، وما في لا راديو ولا إذاعة مونتي كارلو ولا مرا ولا مين، إلا من أتى الله بقلب ووجدان سليم، قلب نقي عن غير الله، نقي من كل رذائل الأخلاق. لا الشباب ولا القوة ولا الثقافة ولا الشهادات ولا العظمة، وين من قبلنا؟ كل صاروا تراب، صاروا عظاما نخرة. ودين الله بحق يكسبك الدنيا مع الآخرة والآخرة مع الدنيا. نصف الإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حدث كذب، هذا للدنيا لما للآخرة، للدنيا. الطبيب إذا صادق، الصيدلي إذا صادق، البائع إذا صادق، الحرفي إذا صادق، الموظف إذا صادق في القول، صادق في العمل، لما بيشتغل بيشتغل بصدق، حضر صاحب المصلحة أو غاب، هذا لدنيانا، هذا في الدنيا حسنة. الوفاء بالوعد، هذا دنيا لما آخر، مع الخلق هي دنيا، أداء الأمانة هي دنيا. فكما أنه في أمانات بيننا وبين الله دي آخرة، وهي مع هي الهدف كله أن نحقق السعادة وأن نحقق الهناء وأن نحقق النجاة وأن نكون المطمئنين المغتبطين في هذه الحياة وفي تلك الحياة التي ليس لها حدود ولا أبعاد. اللهم اجعلنا هادين مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
فاعلم أنه لا إله إلا الله. تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح والدتنا وولدنا زاهر، وإلى روح أرواح إخواننا وأحبابنا وأهلنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. واغفر اللهم لنا ولهم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.